أهم الأمثلة ومن أهم المعابد اللي تم إنقاذها كان معبد عمدة، يعتبر أقدم معبد في بلاد النوبة. تم تشييد هذا المعبد في عصر الملك تحتمس الثالث. تحتمس الثالث يعتبر أو كما يقال عنه أنه من أهم الملوك أو المحاربين اللي حكموا مصر. في عهد تحتمس الثالث زي ما احنا عارفين أنه أرسل أكثر من 17 حملة عسكرية إلى البلاد المختلفة، فرض سيطرة المصريين حتى الشلال أو الجندل الرابع، امتد الحكم المصري حتى الشلال السادس. تحتمس الثالث من أعظم المعماريين والفنانين اللي هم كان لهم العديد من الآثار سواء في بلاد النوبة أو في بلاد سوريا أو حتى في جزر البحر المتوسط، بالإضافة إلى آثاره المتعددة اللي كانت في الحدود المصرية. أحمد سيد عبد الرحمن، ليسانس آثار مصرية، جامعة القاهرة عام 1991، دبلوم الإرشاد السياحي جامعة الإسكندرية عام 2001، ماجستير آثار وتاريخ قديم جامعة القاهرة، والعمل كمفتش للآثار المصرية بمختلف المناطق الأثرية والتاريخية بمصر. عمل كمرشد سياحي لعدة سنوات بكبريات الشركات السياحية. هو عضو بلجنة تطوير السياحة والمواقع الأثرية على مستوى وزارة السياحة والآثار. قام تحتمس الثالث ما لا يقل عن 7 مسلات، معظمها موجود الآن في عدد من عواصم العالم، منها المسلة الموجودة في لندن، وهي إحدى مسلتين أقامهما تحتمس الثالث أمام معبد الشمس بهليوبوليس. تحتمس الثالث كان من أهم أعمال تحتمس الثالث، اللي هو كان بيقوم برعاية أبناء الأمراء في القصر الملكي لتربيتهم بالتربية المصرية، سواء اللي هم تم السيطرة على بلادهم واحتلالها أو السيطرة عليها، زي مثلا كان بيأخذ أبناء الأمراء ويتربوا في على الثقافة المصرية في البلاد المصرية في القصر الملكي، وبعد كده يرسلهم كولاة تابعين لي أو يدينوا بالسيطرة والولاء لي. أطلق المؤرخون مشاهدين الكرام على الملك تحتمس الثالث لقب نابليون الشرق القديم، وتصحيحا مشاهدين لهذه المقولة وإعطاء الحق لأهله، يجب أن نقول إن نابليون هو الذي يشبه الملك تحتمس الثالث، ذلك الفرعون المصري القديم. من أهم المعارك التي قام بها الملك تحتمس الثالث وتدرس حتى الآن في الكليات العسكرية هي معركة مجدو، ونلقي نظرة سريعة مشاهدينا على هذه المعركة. تحتمس الثالث أيضا كان أطلق عليه
أطلق عليه المؤرخين والأثريين نابليون الشرق القديم، دليل على أهميته الحربية. ولكن يمكن احنا المفروض يعني تصحيحا لهذه المقولة نقول ان المفروض نقول ان نابليون هو ما يطلق عليه تحتمس الثالث نتيجة للأعمال والإنجازات اللي قام بها تحتمس الثالث في العصور القديمة. كانت من أهم المعارك اللي قام بها والتي تدرس حتى الآن في الكليات العسكرية، اللي هي معركة مجد، وازاي انه استطاع ان ينتصر بالجيوش المصرية في بلاد سوريا على الأهل سوريا في معركة مجد. معركة مجدو. بنى تحتمس الثالث القلاع والحصون، وقام بتدريب الجنود على أفضل التدريبات وإمدادهم بأسلحة مبتكرة قوية مثل النبال المستحدثة والتوسع في استخدام العربات في القتال. وفي حملة مجدو قسم جيشه إلى قلب وجناحين، واستخدم تكتيكات عسكرية ومناورات لم تكن معروفة منذ قبل، ثم قام على رأس جيشه من القنطرة وقطع مسافة 150 ميلا في 10 أيام. وصل بعدها إلى غزة، ثم قطع 80 ميلا أخرى في 11 يوما بين غزة وإحدى المدن عند سفح جبل الكرمل. هناك عقد تحتمس الثالث مجلس حرب مع ضباطه بعد أن علم أن أمير قادش جاء إلى مدينة مجدو، وجمع حوله 230 أميرا بجيوشهم وعسكروا في مجدو المحصنة ليوقفوا تقدم تحتمس الثالث وجيشه. شيد كثير من المعابد في مصر، واهمها كانت في معابد الكرنك، وما اكمله في معابد في بعض المعابد الاخرى، سواء في إدفو او في كومومبو او في غيره من المعابد، او في منفي او في منف في او في وسط مصر او غيره. يمكن تحتمس الثالث من اهم المعابد التي قام بتشييدها كان معبد بتاع عمده. معبد عمده او منطقه عمده تبعد حوالي 90 كيلومتر جنوب خزان أسوان. كانت ولذلك يطلق على معبد عمل أنه أقدم معبد في بلاد النوبة، بالإضافة إلى قام بالبناء معه طبعا ابنه اللي هو أنحتب الثالث. شيد الملك تحتمس الثالث مشاهدين الكرام الكثير من المعابد في مصر، من أهمها معابد الكرنك وما أكمله من معابد في كومومبو ومنف، كما قام بتشييد معبد عمدة الذي سوف نتحدث عنه اليوم بشيء من التفصيل. يقع معبد عمدة وهو من المعابد الصخرية على بعد حوالي 115 كيلومترا جنوب مدينة أسوان. وتم بناء معبد عمدة وهو أحد أقدم المعالم الأثرية المصرية القديمة الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر أسوان. ما
معبد عمد أيضا في بعض الأجزاء اللي تم استكمالها عن طريق سيتي الأول. يمكن سيتي قام بعملية ترميم لبعض المناظر اللي قام منحوتب الرابع اللي هو إخناتون بتهشيمها، وخاصة التي كانت تخص الإله أمون-را، وقام بترميمها سيتي الأول. أيضا قام ببعض الأعمال في هذا المعبد اللي هو رمسيس الثاني وابنه ميرنبتاح. هنلاقي أن ميرنبتاح في نص من عهد ميرنبتاح اللي هو بيسجل انتصاره على بعض القبائل الليبية في هذا المكان. فمع بناء السد العالي في أسوان في الستينيات، كان معبد عمد في خطر الاندثار بسبب ارتفاع منسوب مياه بحيرة ناصر. ولحسن الحظ كان من الممكن إعادة بناء هذا المعبد هنا في عمد الجديدة، بعد أن تم نقله من موقعه الأصلي في عمد على بعد حوالي 2.5 كيلومتر. فمنطقة عمد الجديدة تضم معبدي عمد والدر ومقبرة بنوت. معبد عمدة يعتبر بدأ بعد عملية بناء الخزان أو بناء السد العالي. تم المشروع، كان المشروع كان من أواخر المعابد اللي تم نقلها. وبعد ما تقريبا نفذت الميزانية بتاعة اليونسكو، قامت الحكومة الفرنسية بعملية الإنقاذ. وكان الكلام ده في تقريبا في سنة 1963. يمكن هو معبد عمدة من المعابد الوحيدة اللي كان عملية الشغل فيها كانت مختلفة، سواء في عملية التفكيك أو عملية النقل أو غيره. بدأ بناء معبد عمد الملك تحتمس الثالث من مصر الدولة الحديثة في القرن 15 قبل الميلاد، وذلك من خلال الأسرة 18 في الدولة الحديثة. وأكمل ابنه أمنحتب الثاني، ثم حفيده تحتمس الرابع، وقام رمسيس الثاني بوضع خرطوشة على المدخل من الشمال. لكن هناك بعض التلف الذي حدث بالمعبد بواسطة إخناتون وأعوانه، لأن المعبد كان مكرسا لآمون-را، إلا أنه تم إصلاحه بقدر الإمكان على يد سيتي الأول. جميع المعابد والآثار اللي كانت في بلاد النوبة تم نقلها عن طريق تقطيع الأحجار إلى كتل حجرية، وبعد ذلك عمل ترقيمها، ثم بعد ذلك تمت عملية النقل وإعادة تركيبها مرة أخرى في المواقع الجديدة. إلا معبد عمدة. معبد عمدة نتيجة لصعوبة الحجر اللي اتبنى منه والكواليتي أو نوعية الحجر النوبي الرملي، وأيضا كان المعبد يعني كان في حالة غير جيدة، فكانت الفكرة أنه يقطع إلى أجزاء. طبعا ده الموضوع ده كان هيؤثر على عملية النقل نفسها.
أضيف بعد ذلك للمعبد في وقت لاحق صالة الأعمدة الأمامية بواسطة تحتمس الثالث وتحتمس الرابع احتفالا بانتصارات معركة جبيل الثانية. وقد قام بترميمه وتجديده الملك سيتي الأول، وحول المعبد إلى كنيسة في الفترة المسيحية المبكرة، فتم بناء قبة من الطوب اللبن فوق سطح المعبد، وغطيت النقوش بطبقة من الجص، لذا يعد معبد عمدة أقدم المعابد المصرية بالنوبة وأكثرها حفظا للنقوش. كانت الفكرة اللي قامت بها الحكومة الفرنسية أو البعثة الفرنسية اللي اشتغلت هناك، إنه قاموا بعمل وضع المعبد بعد ربطه بجنازير فولاذية وحديدية صلبة زي كأنه صندوق كبير، لأن كان الوزن بتاعه وزن المعبد ككتلة واحدة وخاصة الأجزاء الداخلية بتاعته حوالي من 800 ل 900 طن. لذلك تم ربط المعبد وعمله كصندوق كبير، ووضع تحت هذا المعبد أو تحت جدران هذا المعبد ثلاث أزواج من الدكوفيلي والسكك الحديدية. تم نقل معبد عمدة بواسطة البعثة الفرنسية العاملة بمشروع إنقاذ آثار النوبة عام 1992 كقطعة واحدة، وذلك عن طريق وضع قضبان حديدية أسفل أساسات المعبد وتحميل المعبد على السكك الحديدية وجرها لمسافة 100 متر يوميا حتى استقر في مكانه الجديد. إلا أن هذا الأسلوب رفض في باقي مشروعات نقل الآثار نظرا لخطورته على الأثر. معبد عمدة يبدأ ببوابة حجرية كانت في الأصل محاطة بصرح من الطوب اللبن، ويوجد على الجانب الأيمن لهذه البوابة منظر يصور الملك تحتمس الثالث، وعلى الجانب الأيسر من البوابة ولده أمنحتب الثاني أمام راحور أختي. ونتيجة انه طبعا هيحتاج لكمية كبيرة من القضبان السكك الحديدية، فكان بيتم النقل عن طريق جره ببعض الماكينات الخاصة في عملية الجر، مع اضافة جهاز لهذا الجهاز كان ليمنع عملية الاهتزاز حتى لا يتهدم هذا البناء. فكان بيمشوا به يعني حوالي 25 متر، وبعد كده بيقوموا بتركيب الاجزاء الخلفية في الامام وهكذا لغاية ما وصلوا للارتفاع المناسب. وطبعا كان بيمشي في طريق متعرج وليس طريق مستقيم نتيجة الاتلال والصخور اللي كانت موجودة في هذه المنطقة.